كان في حاجه اسمها مباحث، المباحث الاجره اللي هي العداد، اللي يلاقي حد مش شغال عداد، اللي يلاقي حد مثلا بيقف الزبون كان بيعملوا مخالفه فوريه وهو واقف يسحب رخصه. المباحث دي الداخليه لغيتها ليه؟ تمام، ادوا فرصه للشركات الخاصه اللي هي اوبر وكريم ان هم يجوا وياخدوا رزقنا. اوبر عشان بس معلومه الناس تبقى عارفاها، اوبر دي شركه امريكيه المقر الرئيسي بتاعها في قطر، بتاخد 20% من اجره الزبون. ال 20% دول بيتاخدوا وبيتحولوا دولارات لامريكا، تمام؟ يعني بياخدوا رزقنا ورزق عيالنا يحولوه لامريكا، وكل اللي معاه عربيه ملاكي جايبها يس مش رافع فيها جنيه عشان يطلع ويقطع علينا رزقنا، تمام؟ احنا بنطالب دلوقتي مطالبنا. اول حاجه البرنامج ده يقف، ما يشتغلش في مصر، لان لو اشتغل هنفضل موجودين ونعمل وقفات احتجاجيه لغايه ما صوتنا يوصل للمسؤولين وتتحرك. المسؤولين لو ما اتحركتش يبقى هم كده بيعملوا بلبله في المشاكل في السلم العام بتاع الدوله. قلت ان من اهم المشاكل ان اوبر وكريم شغلين ترخيص، خدوا ترخيص والدوله بقت بتتعامل معاهم وضع اخر. يا فندم لا، مفيش حاجه اسمها ياخد ترخيص. الترخيص بتاع اوبر وكريم، الترخيص بتاع اوبر وكريم يركب نمر اجره زينا ب 50,000 جنيه، تمام؟ ويشتغل بيها. في حيله بقى هم عاملينها دلوقتي، ايه هي؟ عاملين حاجه اسمها امر شغل. امر الشغل ده بيجيبوه من اي مكتب اللي هو بيدخل فيه العربيه عشان يبقى ماشي تبع السياحه، تمام؟ الكلام ده محايله على القانون، تمام؟ مفيش حاجه، مفيش اي حد في البلد بيدي لاي حد حق ان يشتغل اجره الا اللي بيركب نمر اجره. بخلاف كده دي مخالفه للقانون.